لا والله، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. مقطع اليوم راح يكون في مقارنه بين سلاحين من اسلحه الاس ام جي. السلاح الاول معنا راح يكون ايش؟ سلاح الام اس ام سي، والسلاح الثاني راح يكون معنا سلاح الجي كي اس. اخترت هذول السلاحين لانهم اكثر سلاحين متشابهين في اسلحه الاس ام جي، تمام؟ خلونا نقارن بين السلاحين من ناحيه سرعه اطلاق النار ومدى كل سلاح وكم رصاصه بيحتاج كل سلاح عشان يقتل الخصم. قبل ما ابدا في المقطع بشكل رسمي، خليني احكي هيك كلمتين على السريع. اول شيء بدي اشكر عاصم لانه ساعدني في تصوير المقطع، وثاني شيء كالعاده يعني حطوا لنا لايك لانه بيساعد كثير في انتشار المقطع، ولو اول مره بتشوفوا القناه تعرفوا شو تعملوا، اشتراك. خليكم على المقطع. لما نبدا مقارنه بين السلاحين، لما شايفين الام اس ام سي انا هيك ثابت مكاني بدون ما احرك الام يمين او يسار، بس الام لحاله بتحرك، بينما بالجي كي اس يعني شايفين كيف الرصاص ما بيضيع بالمرة. شوفوا هيك، فهمتوا علي؟ طبعا هسه لو جربنا هاي الحركة على اللاعب وهو قدامك، المخزن فيه 33 رصاصة، مجرد ما اقتله بكون باقي 16 رصاصة، يعني تقريبا 17 رصاصة بيحتاج عشان اقتل اللاعب هيب فاير او بدون ما افتح السكوب يعني او بدون ما اقيم يعني. بس لما تشوف بالام اس ام سي بعرفش اذا واضح عندكم او لا، نفس النظام 16 رصاصة، بس اتوقع انه باخذ اقل لانه طلع معي الايم قبل شوي اذا انتبهتوا. اوكي، في الاختبار الثاني راح نشوف كم رصاصة بحتاج كل سلاح منهم عشان يقتل اللاعب من متر. واحدة، ثنتين، ثلاث، اربع رصاصات للجي كي اس عشان يقتل اللاعب من مسافة متر هيد شوت، بينما المصمك واحد، اثنين، ثلاث، أربع رصاصات عشان يقتل اللاعب هيد شوت. الجزء الثاني نشوف كم رصاصة بيحتاج اللاعب بادي. في الام اس ام سي أخذ معنا خمس رصاصات. أوكي، أخذ خمس رصاصات الام اس ام سي بادي، بينما الجي كي اس واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع رصاصات بادي عشان تقتل اللاعب في سلاح الجي كي اس. في الاختبار الثاني من مسافة 10 متر تحتاج أربع رصاصات في الجي كي اس هيد شوت عشان تقتل اللاعب، وفي البطن رصاصة، رصاصتين، ثلاث، أربع رصاصات كمان في الجي كي اس بتحتاج عشان تقتل اللاعب من 10 متر، بينما بسلاح الام اس ام سي رصاصة، اثنين، ثلاث، أربعة، بتحتاج خمس رصاصات عشان تقتل اللاعب من 10 متر، بينما في البطن واحدة، ثنتين، ثلاث، أربعة، خمس رصاصات تحتاج عشان تقتل اللاعب من 10 متر عفوا. يعني سلاح الجي كي اس 4 هيد شوت وبادي، والام اس ام سي 5-5 هيد شوت وبادي. الاختبار الثالث من 25 متر بتحتاج 6 رصاصات بالام اس ام سي في الهيد شوت عشان تقتل اللاعب، بينما في البادي راح تحتاج منك 7 رصاصات من مسافة 25 متر، هذا بسلاح الام اس ام سي. بينما بسلاح الجي كي اس راح تحتاج من مسافة 25 متر 5 رصاصات هيد شوت، بينما راح ياخذ منك 6 رصاصات بدي من مسافة 25 متر بالجي كي اس. من مسافة 60 متر بتحتاج 7 طلقات هيد شوت و8 بدي في الام اس ام سي، بينما بتحتاج في الجي كي اس 6 طلقات هيد شوت و7 طلقات بدي من مسافة 60 متر. اتوقع المشهد اللي قدامكم واضح وما بده اي شرح. الام اس ام سي اسرع من سلاح الجي كي اس زي ما شايفين قدامكم في اللقطه، جي كي اس بخلص بعد الام اس ام سي. بعد ما خلصنا المقارنه بين السلاحين، يا ريت تحكوا لي شو السلاح اللي راح تختاروا بعد ما شفتوا المقطع. عن نفسي راح اختار سلاح الجي كي اس لانه ثباته اكثر من الام اس ام سي، مع انه ابطا منه نوعا ما، لكن السرعه لكن بعوض السرعه في المدى لانه رصاصه اقوى. على كل حال ان شاء الله عجبتكم المقارنة بين هالسلاحين، لو بدكم مقارنات ثانية احكوا لي بالتعليقات اسلحة غير نقارن بينها، ولا تنسوا تعملوا لايك للمقطع وتشاركوا المقطع مع اصحابكم. اترككم مع جيم بلاي بسلاح الجي كي اس وسلاح الام اس ام سي. سلام. يعني بروشكا Я
This lab, eh? We captured A. والله لا لعب سنايبر يعني مضبوط. Friendly Shock RC is ready. UAV recon ready for deployment. Friendly Shock RC is coming. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC being destroyed. UAV. Friendly Shock RC is coming. Objective almost complete. Reloading. Cover me. Friendly Shock RC has been destroyed. Losing B. Friendly Molotov out. Changing mag. Hello, Hamar. This one Goliath is ready. Nice work. Get ready for the next round. Shock RC has been destroyed. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC has been destroyed. Friendly Shock RC has been destroyed. You're capturing Bravo. Reloading! Cover me! Reloading! Heads up, enemy UA. Please. Fuzzy, losing Charlie. I'm down! Losing B. Friendly Shock RC has been destroyed. Lost E. We're capturing Bravo. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Capturing B. Capturing Bravo. Enemy contact! You're capturing B. B. Friendly Shock RC is. Losing Bravo. Reloading. Cover me. Enemy taking capture. Capturing Bravo. Enemy taking Bravo. Reloading! Enemy Shock RC is coming. Grenade out! Enemy taking B. Enemy taking Bravo. Capturing Bravo. Just like a diamond, yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life.